الاستاذ ايمن سليمان رئيس تنفيذي لصندوق مصر السيادي. استاذ ايمن مساء الخير. ما هو الهدف من طرح مجمع التحرير؟ يعني ايه الصيغه الاستثماريه اللي احنا بنطرحها في المذكره اللي قدمناها للمستثمرين؟ مساء الخير يا استاذه لميس. مساء الخير. كل سنه وحضرتك طيبه والشعب المصري كله يا رب بخير باذن الله. الله يخليك. احنا الهدف من الطرح هنا هو ان احنا بنطرح اسلوب شراكه، مش بنطرح بيع او مزاد. طبعا ده خيار كان افيلبل لاي اصل من اصول الدوله انها تطرح في مزاد علني ويتم يعني الطرح الاعلى سعر من خلال المزاد وينتهي. ولكن هدفنا احنا كصندوق بنظره المستقبل والعمل للاجيال القادمه، وده مش كلام انشا، بس احنا بنحاول نبني ده في الكالتشر بتاعه اي قرار استثماري بنتخذه، ومجلس الاداره بيحاسبنا يعني حساب الملكين في الاتجاه ده، هو ان احنا بناخد فكر الاستثمار لان هي يبقى عائد مستدام، ويبقى دايما المحفظه بتاعتنا من الاصول كانت اصل او شركه او استثمار اي شكل كان، يبقى دايما عنده ريكيرنج انكم زي ما بيقول العائد المستدام. فده هو ده الفكر اللي ورا اسلوب الطرح. فاسلوب الطرح هو اسلوب شراكه للتطوير لتحويل هذا المبنى او اعاده تخيله بمبدا الادابتيف ريوز اللي هو ده كاتيجوري جديده للاستثمار العقاري في مصر. يعني ساحه الاستثمار العقاري في مصر فيها النيش بتاعه الادابتيف ريوز دي جت في اماكن قليله جدا وبنسب قليله قوي. فاحنا ده مفهوم جديد بقى لتطوير المبنى ده، ان هو يبقى من خلال شراكه مع مطور، والمطور بيستثمر معانا في تحويل المبنى ده لكيان او لمبنى يعني متعدد الاستخدامات، فيبقى عنده ميكست يوز ديفلوبمنت. والميكست يوز ديفلوبمنت ده بيحقق عوائد مستدامه للصندوق. ايه الاستخدامات؟ يعني احنا عايزينه يتحول، اولا هذا المبنى طبعا مبنى قديم مبني على طراز معين، كان كله مكاتب وكله مصالح حكوميه، فاستخداماته متخيلين تكون ايه؟ يعني برضو مكاتب، اداري، تجاري، يعني ما اعرفش، انا مش حاسه ان هو ممكن يبقى فندقي، بس انتوا عارضين ايه؟ اتفضل. هو المبنى يعني بيداعب خيالات ناس كتير قوي من المطورين، يعني كاتيجوري الادابتيف ريوز زي ما كنت بقول دي حاجه جديده على مصر، ولكن في عواصم كتير قوي في العالم نجحت انها تطلع من الادابتيف ريوز ده ايكونيك لوكيشنز في عواصم العالم كلها، وخصوصا عواصم اوروبا واوروبا القديمه. يعني لما تبص على المانيا، برلين من ضمن العواصم اللي بعد الحرب وبعد توحد العاصمه تاني رجع بقى في ابداعات في المعمار هناك في اعاده استخدام المباني القديمه، نفس الكلام في ايطاليا، نفس الكلام في روما سبيسيفيكلي. فده كاتيجوري جديده. المبنى طبعا قد يحمل طابع يعني معماري ضخم، ولكن هو ارت ديكو بشويه ملامح اسلاميه في الديزاين. احنا يعني ده انا اتعلمت الكلام ده من خلال تفاعلنا مع مستثمرين ومطورين كتير، وحتى في مجموعه كان في كول كده مؤخرا عملناها مع مجموعه من شباب المطورين. It was a learning experience. انا يعني انبهرت بكم الناس اللي مذاكره المجمع وعارفه تاريخه كويس، واللي عمل فيه رساله ماجستير وعمل فيه رساله دكتوراه. فهو فعلا في من الابداع المعماري، وهو زي سان كلوك يعني من ضمن المعلومات اللي اتعرفت عليها، ان المبنى ده المناور فيه ثلاث مناور من فوق، الثلاث مناور دي حجمها بيتغير، وزاويه المبنى زي الساعه الشمسيه، كل ما الشمس بتنزل لتحت كل ما مساحه المنور بتكبر عشان يستوعب اكبر كم من الشمس من اشعه الشمس الممكنه. فده في ابداعات في الديزاين بتاعت المبنى لما احنا بنلمعها ونبرزها بشكل اكبر. بتشوفي المبنى بخلال يعني احنا بقالنا سنه دلوقتي بندرس المبنى اهو، طبعا بقينا شايفينه بمنظور مختلف تماما تماما عن اللي كنا بنشوفه زمان. داخلين بنموذج شراكه ايه؟ يعني هل سنبقي معنا في صندوق مصر السيادي 51% واللي جاي ياخد 49، ولا انت طارح كام في هذه الشراكه؟ ثانك يو، ده سؤال مهم جدا. هو اسلوب الشراكه هنا بالنسبه للمجمع بالذات، بالنسبه عشان الثقه يعني العاطفي الموجود للمبنى، احنا بالنسبه لنا كمان الموديل بتاع الطرح النهارده هيبقى مختلف شويه، هيبقى موديل شراكه، ولكن مش بعمل شركه واحط فيها راس مال بالمجمع يبقى راس مال جزء من حصه راس المال. لا، هو المبدا هنا هو مبدا حق الانتفاع.
فاحنا بنقول ان المبنى ده هيبقى زي ليس هولد، والمبدا ده متعارف عليه في الـ في الـ في الصنعه دي، ليس هولد لمده 25 سنه وقد تزيد، وهو دي محددات الطرح اللي احنا طرحناها. والمطور او الشريك في التطوير بيجي يقول انا متفق مع رؤيتكم في التطوير. احنا رؤيتنا للتطوير زي ما حضرتك تفضلتي قبل كده، رؤيتنا في التطوير عملنا ماركت سيرفي يعني غير منحاز لاي استخدام من استخدامات اللي في طبعا المطورين شايفين المبنى ده مبنى اداري بحكم ان هو كان اصلا مبنى اداري، في شركات اداره فنادق شايفه ان هو انا اجيب علامه تجاريه جديده تخش مصر لاول مره من شركات اداره الفنادق العالميه واحط ايكونيك يعني تايتل على مبنى مجمع التحرير في وسط العاصمه، وكل واحد بيشوفه بمنظوره ومن راه في شكل مجمع تجاري. فاحنا هنميكس كل دول بمجاسب مختلفه، وده بناء على دراسه سوق. ولكن حق امتياز وليس يعني مش بيع، يعني مش شراكه، مش بيع. طيب لازم اسالك على العروض التي كنا اتكلمنا قبل كده على مع السيده وزيره التخطيط على لاول مره طرح شركتين من شركات الخدمه الوطنيه. ايه اللي حصل في هذه الشركات؟ كان في عروض، ماذا حدث في هذه العروض؟ الموضوع ده يعني طبعا للاسف بسبب الكورونا خد وقت اطول مما كنا متخيلين، ولكن الحمد لله الانجيجمنت اللي موجوده من المستثمرين المهتمين بالشركات مشجعه جدا. احنا دلوقتي في مرحله استكمال البيانات اللي تؤهل المستثمرين من اتخاذ قرار استثماري، فعشان يدونا ما يسمى بعرض استرشادي لتقييم رؤوس اموال او حصص المستهدفه بالاستثمار في الشركات دي مع خطه التطوير، وده هيبقى بالنسبه لنا عنصر من المفاضله ما بين الـ يعني المستثمرين المختلفين، هي خطه التطوير وطبعا التقييم او اسس المشاركه والنسبه المستهدفه. احنا كنا بنتكلم على وطنيه، واظن كان في انا مش فاكره الشركه، وصافي بالظبط، وطنيه وصافي مزبوط. طيب كم شركه طيب قدموا حتى؟ يعني السؤال ده صعب، يعني هو انا اقدر اقول ان هو العدد يتعدى اصابع اليد الواحده، بس ما اقدرش اقول اكتر من كده عشان احنا مضيين شركات عربيه واجنبيه ومصريه وعالميه، يعني لان كنا سامعين وقتها ان في شركات اماراتيه، وبعدين يعني بعد كده لم يكن هناك حديث. ده كلام حضرتك اللي تقوليه مش انا. طيب ماشي، عموما يعني فاحنا فنتوقع امتى طيب الاعلان عن البت في هذه العروض؟ جدولنا الزمني مستهدف ان شاء الله بعد الصيف يكون استكمال البيانات تم، ويكون المستثمرين مؤهلين ان هم يتخذوا قرار استثماري بعد استكمال هذه البيانات. اشكرك شكرا جزيلا سيد ايمن سليمان، رئيس تنفيذي لصندوق مصر السيادي، تحدث معنا عن طرح حق انتفاع او يعني حق انتفاع للمجمع التحرير لتحويله بقى الى مبنى اداري، مبنى تجاري، مبنى، مهم تطويره وتحويله لمبنى اخر يعني لاستخدامه، وده حق انتفاع وليس بيع. دي اول حاجه لمده 25 سنة، واتكلم أيضا على شركات الخدمة الوطنية، واتكلم على ما بعد الصيف أنه ربما يعني تتضح الأمور بشكل أكبر بعد الصيف.